الهاكاثون اللي نظموا المعهد العالي للإعلام والتصاميم بشراكة وتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط سالا القنيطرة، هو ثمرة مجهود اللي دام تقريبا 4 أشهر، واللي حاولنا من خلاله تجميع 100 مشارك من الشباب الجامعي في مدينة عرفان، وإشراك كذلك 11 مؤسسة جامعية هنا بمدينة الرباط، وبتأطير 15 مؤطر و 10 منظمين. طيب، كل هذا الكم اجتمع على مدى 4 أيام، والنتيجة هو أنه حصلنا على مشاريع مواطنة فيما يتعلق بمواجهة العنف السيبراني في الفضاء الرقمي. ولاحظتي على أنه أن المشاريع اللي تقدمت اليوم هي مشاريع مبتكرة، ومشاريع اللي كتعطينا الأمل بأن شبابنا اليوم هو يعني مهتم بمجالات الحقوق عامة ومجال الحق في الاستعمال الآمن للتكنولوجيا الرقمية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.